الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، عفان بن مسلم الصفار ابو عثمان البصري هو من الثقات الازواج العجلي، قال عنه كلاما طيبا. قال عفان بصري ثقة ثبت صاحب سنة، وأبو حاتم قال ثقة إمام متقن، وابن عدي قال أصدق وأوثق وأشهر من يقال فيه شيء من أن يقال فيه شيء، ابن سعد قال كان ثقة كثير الحديث ثبتا حجة، وقال سعيد بن عامر يعني مقرونا بسعيد بن عامر أبو محمد البصري العجلي أيضا قال ثقة، وحجاج بن منهال هنا المزود بحجاج هنا حجاج بن منهال الأنماطي أبو محمد السلمي، وثقه أحمد وأبو حاتم والعجلي والنسائي قال ثقة، وابن سعد قال ثقة، وابن قانع أيضا قال ثقة. قال حدثنا همام بن يحيى نعم، قال حدثنا عامر بن عبد الواحد الأحول البصري، عامر بن عبد الواحد الأحول البصري فيه كلام، لأن أحمد قال ليس بقليل في حديثه، ليس حديثه بشيء، وأيضا ضعاف النسائي، وابن معين قال لا بأس به، قال أبو حاتم ثقة لا بأس به، وقال ابن عدي لا أرى برواية بأسا. مثلا عامر الأحول هو حديثه لا ينزع عند درجة الحسن. قال حدثنا المكحول الشامي أن ابن محريز هو شامي كما قال ابن خراش كان من خيار الناس ثقات المسلمين، والعجل قال تبعي ثقة، ونسائي أيضا قال ثقة، وبكر بن حبان في الثقات ذكر قال حدثه أن أبا محذورة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة. هذا بالترجيع، التربيع والترجيع، يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه أربعة، وأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرجع يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أيضا بصوت عالي، يعني الترجيع. عليكم السلام وبركاته. الترجيع والترجيع هذا فيه في كما قلنا عندنا التربيع والترجيع، عندنا التربيع والترجيع. رقم 8 و4 12، ولو أخرج الترجيع لكان 15 كلمة، والإقامة 17 كلمة، لأنه أخرج منها كلمات الترجيع وزيد فيها كلمات الإقامة فصارت 17 كلمة، وهذه فيها دلالة كما قلنا على تشريع أيضا الإقامة. احنا قلنا عندنا أمور ثلاثة في الباب، التربيع والترجيع الثاني والإقامة، مضار الخلاف على ذلك وليس بخلاف، يعني كل سنة إلا ما جاء من مسألة الإقامة عند مالك، ومسألة أيضا التربيع كلمات الترجيع وزيد فيها كلمات الإقامة فصارت 17 كلمة، وهذه فيها دلالة كما قلنا على تشريع أيضا الإقامة. احنا قلنا عندنا أمور ثلاثة في الباب، والإقامة، مضار الخلاف على ذلك وليس بخلاف، يعني كل سنة إلا ما جاء من مسألة الإقامة عند مالك، ومسألة أيضا التربيع عند الإمام مالك، فيكون الأذان هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك الترجيع بصوت عال، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. طريق عامل الأحول أيضا عن مكحول عن عبد الله بن حريز بن حريز عن أبي محذورة، وذكر فيه الترجيع بلفظ يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا أيضا أخرجه الدارمي. إحنا قلنا كما قلنا قبل ذلك المسألة دائرة على التربيع وعلى الترجيع. هو فقال له قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. وهذا من طريق أيضا سعيد بن عامر عن همام عن عامر الأحوال عن مكحول، وذكر فيها الترجيع. وكذلك أخرج الدارقطني من طريق همام بهذا السند، وذكر فيها الترجيع. وكذلك ذكر الترجيع في هذا الحديث بهذا السند البيهقي، وذكر مسلم أيضا. وهو يقول هنا حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر مرتين. ثم ذكر الإقامة، وفي الإقامة التشفية، الله أكبر الله أكبر 4 مرات، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله مرتين. أسقط الترجيع فقط في الإقامة، أسقط الترجيع فقط. الصلاة حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح، حي على الفلاح مرتين، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة مرتين، الله أكبر الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله مرة واحدة، كذا في كتابة أبي محذورة. قال الحسن المعري، قال مشايخ عفان وسعيد وحجاج هكذا، مثل الذي حدثنا من حفظه كذلك في كتابه، بأن كلمات الأذان 19 كلمة كما قلنا بالتربيع وأيضا في الترجيع، وأن الإقامة ألغى فيها فقط الترجيع، ففيها التربيع دون الترجيع. عليكم السلام وبركاته. وغرض المصنف بهذا الكلام أن هماما اختلف في توثيقه وتضعيفه، فوثقه بعضهم، فإن العجلي قال بصري ثقة، وقال الحاكم ثقة، وكذلك وثقه أحمد ومهين. إذن أيضا عندنا الباب في هذا الحديث إثبات التربيع وإثبات أيضا الترجيع، وهذا مهم في هذا الباب، لأن هي محل الخلاف، مدار الخلاف في هذه المسألة هي مسألة التربيع ومسألة الترجيع، هذا محل الخلاف فقط بينهم. وبسند أيضا عن أبي محذورة قال ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه، فقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم ارجع بها فمد بها صوتك. وهذا دليل واضح على الأحناف في مسألة الترجيع، قال فمد من صوتك، قال ارجع فمد من صوتك، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم ذكر حديثا آخر أيضا وأطال فيه، حديث النفيلي، وفيه أيضا أن أبا محذورة يقول ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان حرفا حرفا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، نعم أشهد أن محمد رسول الله. قال حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، 19 كلمة. وهذه دلالة كما قلنا على أنه حديث أبي محذورة فوائده كثيرة جدا، حديث بلال أيضا فوائده كثيرة، والحق أن في كل سنة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الجميع سنة، وأخذ بجميع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كله سنة. الترجيع لا يكون في الإقامة أنيس، الترجيع لا يكون في الإقامة. أكثر الحديث عليه محظورة جدا، وأيضا رأى بسندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان. طبعا هنا علمه الأذان، هذا الذي يكون عليهم حجة. عليكم السلام.
أن رسول الله أعلم الأذان يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم ذكر مثل أذان حديث ابن جريج عن عبد العزيز بن عبد الملك ومعناه. وفي حديث مالك بن دينار قال سألت ابن أبي محذورة قلت حدثني عن أذان أبيك عن رسول الله فذكر الأذان. هذا أخرج الدارقطني حديث مالك بن دينار ليس فيه لفظ الله أكبر الله أكبر مرتين. قال حدثنا القاضي أبو عمر حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا مسلم حدثنا داود ابن عبد الرحمن القرشي حدثنا مالك بن دينار قال سعدت إلى ابن أبي محذورة فوق المسجد بعدما أذن فقلت له أخبرني عن أذان أبيك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان يبدأ فيكبر ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله على الصلاة حي على الفلاح مرة، ثم أرجع فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حتى يأتي على آخر الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تفرد به داود. وكذلك حديث مالك بن دينار حديث جعفر بن سليمان في تثنية التكبير عن أبي محذورة عن عمه عن جده. وأراد المصنف أن يبين أن ابن أبي محذورة لا يروي عن عمه أي عن أخي أبي محذورة، ولم يبدو أن أخ أبي محذورة أسلم وروى عنه أحد من الناس، بل قال الحافظ وقال ابن جرير وغيره كان الأبي محذورة أخ يسمى أنيسا أو أنيسا أنيسا قتل يوم بدر كافرا، فلا يمكن أن يروي ابن أبي محذورة وهو عبد الملك عن عمه أخي أبيه، بل هو يروي عن أبيه بلا واسطة. وكذلك يشكل رواية عمه عن جده فإنه محال، لأنه ما يثبت أن جد عبد الملك بن أبي محذورة أسلم ولم يروي الأذان إلا عن أبي محذورة لا عن أبي، فيمكن أن يوجه الكلام بأن المراد من ابن أبي محذورة عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة وهو يروي عن عمه هو عبد الله بن الحريز، فإنه لم يكن له عما على الحقيقة فهو عم مجازي، فإنه كان يتيما في حجر أبي محذورة فكأنه ابنه فصار كأنه عم عبد العزيز، وهو يروي عن جدي أجد عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة وهو ابن محذورة صاحب الأذان. يمكن أن يكون المراد من أبي محذورة ابن أبي محذورة ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن عبد الملك بن أبي محذورة. في كل المسألة الحديث ظاهر والحديث قد ثبت وإن لم يكن من هذه الطريق، وقد ثبت بأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان وعلمه في الأذان الترجيع والتربيع، يعني علمه في الأذان الترجيع والتربيع، يعني حديث المحظورة هو دليل للجمهور ودليل على الجمهور، وهو دليل العجيب دليل لأبي حنيفة ودليل على أبي حنيفة. لكن خلاصة المسألة الفقهية في هذا الباب هو أن الأذان 19 كلمة، نعم الله المستعان، الأذان 19 كلمة 19 كلمة، والإقامة في حديث أبي محذورة 17 كلمة خلافا لمن لبلال، لأن بلال أفرد الإقامة، بلال أفرد الإقامة، وبلال أيضا لم يكن في حديثه أعتقد الترجيع، لكن التربيع أنا ما أدري كيف مالك لا يقول به، وهذا غريب مستغرب من الإمام مالك. بيان الأقوال الثلاثة في ذلك. الفوائد المستنبطة من الحكمة وضع الشيء في موضعه، العالم يوضع في موضعه، القارئ يوضع في موضعه، الأمة تتقدم بذلك، المسألة ليست محاباة ولا تدليسا. وهكذا فعل سلم مع المحضور وألقى عليه سرة من فضة، اتخاذ أكثر من مؤذن، حسن تواضع حسن سلم في تواضعه عند تعليمه وتلقينه الأذان بنفسه. وفي أسئلة تفضل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.